ما نجي هو الوسط شاد المحلى بواحد اليد، اليد اليمنيه ديالو كيبان ليا فيها واحد الحنش باغي شي مع الدورات وهو شادو من راسو. اش هذاك فلان اش هذاك؟ قال لي لا واحد الحنيش. اش محنيش راه حنشنيد هذا مالك يا ما عضك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المتعارف عليه أن نحن زمرة القناصين، لدينا نكت كثيرة ومستملحات وطرائف دائما نصادفها في حياتنا. اليوم أنا اليوم في ضيافتي الأستاذ مزال بوجمعة، الأستاذ زميلي في ثانوية الحسن الثاني، ولي معه ذكريات طويلة خصوصا في ميدان القرص. اليوم الكثيرة هي المواقف المضحكة التي عشناها. اليوم غادي يعود لنا واحد المستملحة وقعت لي غريبة جدا، وفي الفعل يعني كنا نعودها في ذلك الوقت وطلبت منه أن يحكيها لما فيها من الطرافة. تفضل السي أستاذنا الكريم. بسم الله. هي بحال هاد المستملحات خصك تعاودها ب تعاودها ب بسمو ب ب بتفسير المميل، يعني بنقطه باش ما يفلت فيها والو، ولهذا غتكون طويله. نطول عليكم شويه. كنا صيدنا شي مره انا وشي اصدقاء ديالي، معنا واحد الراجل كبير شويه حتى هو بدا الصياده مؤخرا، ولكن صياد حتى هو معنا. مشينا صيدنا في واحد البلاصه لقينا فيها شي عجيلات، ما لقيناهم حتى قربنا نجو. المهم ضربنا فيهم شي حاجه، قلنا نرجعوا ليهم على امل الرجوع ليهم مره الماجيه حد الاخر. ايوا وقع شي، كان السيد اللي كان دانا بالطوموبيل هذا، المهم وقع ليه شي غرض، بينا نمشيو بغيت نمشي ليهم بالموتور انا وواحد صاحبي، شكون ما بعيدش منا بزاف هي هذيك. مشيت طرقتو لقيتو مشى لحد الاخر، مشى انا مشيت بالموتور ديالي طلب لي صلقيته فعلا فيها هو وشي اصدقاء اخرين ديالنا اللي كنعرفوهم في الصيله ولكن ما كانوش مع المره اللي فاتت. كي دايرين لاباس؟ قالوا زيد تفطر. قلت لهم لا انا فطرت وهذاك الشيء معكم فلان. قالوا ايه كاين، راه غير ما عرفتي نداو كل التمشه هنا لشي بلاصه. شويه كنسمعوا واحد جوج ضربات، درنا في السماء هكا ما كاين لا حجل لا والو. تعطل شويه قالوها خصهم يمشيو يشوفوا السيد كاع ما بان، شوفوا مالو. مشى واحد جوج ناس شبانين نيت هما كبار شويه، هو جاي معاهم واحد من هاد الجهه واحد من هاد الجهه. هو الوسط شاد المحلى بواحد اليد اليمنيه ديالو كيبان ليا فيها واحد الحنش باغي شي مع الدورات وهو شادو من الراس. اش هذاك فلان اش هذاك؟ قال لي لا واحد الحنيش. اش محنيش راه حنشنيد هذا مالك ما عضك. قال لي جبد المنقاش من جيبي كاع، جبد المنقاش جبد المنقاش. قال لي حيد لي هاد السنين عدني، راه بقات لي ورا عدو الحنش وجبدو من هنا حتى بقات السن. قال لي حيد هاد السنين حيد السنين. قلت له يلا 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 نمشيو للسبيطار. السبيطار قريب منا واحد الجماعه تما قريب لينا. لا واه ما بغى بزز، دوك الناس كيطلبوا فيه باش مشى معنا باش مشى معايا. قالوا لي شوف دي معاك الحنش باش يشوف الطبيب يعرف اش من النوع اللي عندك. هدا سيدينا كذا دار داك الحنش حك ليه فمو مع الارض، ودارو في الجوا ديال المحلى بحال هذا، دارو في الجوا سد عليه، لاح الكلبه في الصندوق وزاد. مشينا متابعين. انا ديك الوقيته كان كمي شديت شي كارو من عند هذاك واحد السيد كاين قدام داك ديك العيا ديك المستوصف. هو دخل شويه كنسمع الغوات في السبيطار. اش هذاك دخل خرج. مشى هذاك السيد اللي كان عطاني الكارو تاع واز واحد العصا، جا دخل هز واحد العصا ومشى. قلت له اش هذاك؟ هو يخرج قال لي واز السيد اللي معاك راه رخا الحنش على الطبيب، والطبيب يجري فوق الكراسه ويغوت. ما علينا، هو غير قال لي بغيت قال لي فاش محنش عندك؟ قال لي بغيت تشوفو. قال لي هي هو يسوسوليه من الجوا. ايوا صافي بقى شويه، داروا ليه شي فاس عليه على صبعو وقال ليه تبي سير ما تمشيش للشمس سير للشي ظل. ومشينا واحد الفيرما تغدينا فيها وداك الشيء، هازين معنا حنا
السردين والخبز والمناضه وداكشي تخدينا. وقلت انا صافي هذا الوقت يلا مشينا واحد شويه فواحد الطريق، درت انا واحد الفيراج هو ما كاينش ليا، بقيت نتسنى شويه تعطل وانا ندور، لقيت عا كيسوس في حوايج وكيمال، وقال لي راه جاتني واحد الدوخه وطحت بالموتور. هو يلا داك السم العب بداك يدور فيه الدور ديالو في الدم ديالو، وهادي من بزاف المستملحات ديالنا مع هاد السيد هذا. لا هنا شكرا بزاف، شكرا بزاف استاذي الكريم، شكرا.